أخيراً أخيراً يا ربي، وقت المصيفات يجه، ده أنا بستنى الأسبوع ده من السنين للسنين. عشان تعدوا بس الجمال اللي عليكم، لولا شقة أختي اللي في اسكندرية كان زمانكم صيفتوا السنة دي في الحمام. إيه جريه طنط، فيا طنط حياتك عاملة خير فينا؟ إيه؟ طنط إنعام بتقلبيه شر وتزلي فينا ليه؟ إيه الشرف إن إحنا نزل فيكوا؟ ده الخير كله إن إحنا نزل فيكوا. إيه رأيك بقى في الكاش مايو ده؟ يكنن يكنن يكنن، ده اللي أنتوا فالحين فيه كاش مايو، مفيش كاش ماني. ماما ماما لقيت الجردل والجاروف بتوعي. رانيا ما تنسيش يا حبيبتي تاخدي الجردل والجاروف والمقشة، عشان انا مش ناوية احط ايدي في اي حاجة في المصيف. سناء يا حبيبتي، المصيف ده يعتبر الاجازة السنوية ليا من اعمال المنزل. اعمال المنزل؟ لما تكوني قاعدة في بيتك في ملكك. ادي ده الجربوعات اللي بيتكلموا دول. لا انتوا بتقولوا اي كومبلانش في الحياة يا حبيبتي، اما لو كنتوا شفتوا القصر بتاع بابا وماما اللي كنا بنصيف فيه كان جوه البحر. كان كان فعل ماضي، اما تسيبه في حاله تيت تيت، والماضي احنا مالنا وماله. انتوا انتوا بلديون جربوعات. بس بقى على فكرة أنا معايا مفتاح شاليه واحدة صاحبتي في الساحل الشمالي، بس مش عارفة هو مكانه فين. وإن شاء الله إحنا حننام في المفتاح ولا حننام في الشاليه يا ماما. أنا نازل بقى يا جماعة. رانيا ما تنسيش تبقي تحطي لي النضارة بتاعة المية دي، عشان أنت عارفة يعني الواحد بيحب يتفرج على الأحياء البحرية تحت المية. هتتفرج على الأحياء الشعبية إن شاء الله، وأنت فاكر نفسك هتصيف في الكاريبي؟ أنا على طول بحب أتفرج على الأحياء البحرية ما بغطس يعني. فاكرة آخر مرة صيفنا فيها؟ أيوة حبيبي كنت في الإعدادية. بصرف النظر، مش لما غطست طلعت لكم معايا حلة محشي؟ على كده يومي حضرتك ما طبختيش يا طان. اسمعوا انا عايزه اقول لكم حاجه، عشان الهوانم اللي زي انا مش ممكن ابدا انها تطبخ. انا هقعد اخد بنسولاي في الشمس تحت الشمسيات. بصي بعيدا عن الشمسيات والحاجات اللي انت بتقوليها دي، انا عايز اكون واضح معاكم من الاول. انا طالع الرحله دي معايا 500 جنيه، ال 500 جنيه دول هم اللي هيكفونا الاسبوع كله ويفضل منهم عشان مواصلات واحنا راجعين. ايه ده يا عادل، دي مش رحلة مصيف، دي رحلة تقشف. والله أنا قلت لكم من الأول عشان تعملوا حسابكم. يلا سلام عليكم. إيه؟ 500 جنيه؟ أنا رمزي. يا رمزي مالك يالا؟ الحالة دولة أنا خلاص بموت بموت يا دولة، كل حتة في جسمي بتوجعني. إيه اللي حصل؟ أجيب لك دكتور. إيه اللي بيوجعك بالظبط؟ هنا يا دولة بيوجعني. ده القلب يالا. ودي يا دولة. ده إيه اللي زايدة؟ وهنا يا دولة بيوجعني. ده المخ. لا ده مش إشكال. ممكن يا دولة أنا بموت. يعني الحتة دي بتوجعك؟ لا. دي مش بتوجعك؟ لا. ولا دي؟ لا يا دولة. طب دي؟ لا خالص. مرين صباعك اهو دول. ده صباعك هو اللي بيوجعك يا هبل. يا دولة صح، وانا ده بتاع الصبح ده اللي باب البازار زنق عليه. باب البازار؟ وانا اقول الباب مزرق ليه؟ لا يا دولة بقى، لا خضتني يا اخي. وانا اتخضيت؟ ده انا قلت انا مت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا معلم تيتي؟ قلب عليك الدنيا يا عم عشان اديك فلوسك. معقولة كنت فين؟ اصل صحيت براحتي محدش صحاني. هما لون دي اخر ليا في الروقان. يا سلام يا معلم تيتي، عليك وعلى روقانك ولياليك. خلاص بح، مفيش روقان بعد كده. الجماعه جايين من المصيف النهارده. جايين من المصيف؟ اصل انا بعتبر المصيف ده فتره النقاهه للراجل مننا. صفر الحريم وعيش لوحدك في الهدوء والروقان، ولا غلط يا ابن اللذينة؟ دي فكره هايله قوي. يعني بتقعد تعمل ايه يعني؟ وانت لوحدك بتعيش براحتك لدماغك لذات نفسك، واللي ما بتعرفش تعمله حد موجود بتعرف تعمله ومحدش موجود، ولا غلط؟ الله الله على حكمة اليوم. لا دي طبق اليوم. إذ ربما بقى سافرت معاهم، خد عندك مرمطة، شيل وحط وخد وهات ودق الشماسي وانفخ العوامة. إلا انفخ العوامة دي، يعني بجد أكتر حاجة بتبقى صعبة جدا في المصيف. مرة جابولي اللي هي فردة الكاوتش بتاعت العربيات الكبيرة، عربيات النقل دي، قعدت انفخ فيها يا معلم لغاية ما اتنفخت. طب هاوي بقى وطلع الفلوس. اتفضل يا سيدي، ادي الفلوس بتاعتك اهي. أي خدمة معلم تيتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام،
اللي ما تعرفش تعمله حد موجود تعرف تعمله وما حدش موجود. دولا ما يعني دولا ما قلتليش اعمل ايه في صباعي اللي طلع هو اللي بيوجعني ده؟ اللي انت كنتش عارف ان هو اللي بيوجعك. يا دولا بص يالا، عارف عادل ادهم؟ الله يرحمه بحبه قوي. فاكر يالا لما كان بيقولك ايه؟ انا صباعي لو وجعني اقطعه ما عالجوش. يا دولا فاكر. مش انت بتحبه قوي؟ قوي يا دولا. مش تعمل زيه ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الست تذاكر هم بتوع الديزل، انا مش هقدر اطلع معاكم، جايب لكم ستة بس. لو ما معكش يا حبيبي حق التذكرة انا في حالك. لا يا ماما ربنا يخليكي، بس انا عندي شغل مهم جدا. يا سلام، عندك شغل مهم جدا يا عادل؟ ما انت طول السنة بتشتغل، ما حبكتش يعني واحنا مسافرين. رانيا يا حبيبتي دي صفقة العمر. خلاص يا عادل، ما دام التسقيف بتاعك ده مش هيأثر على المصيفات بتاعتنا يبقى ربنا يفوقك. ربنا يفوقك ايه؟ على اساس ان مستور ربنا يوفقك. ربنا يخليكي يا حماتي. طب وال 500 جنيه زي ما هم؟ زي ما هم يا حياتي. ونقعد 10 أيام مش أسبوع. يا سلام، دي بقى كل أمنياتي. ويوم الحد تجنى يوم أجازتك. طبعا يا ماماتي. وينفع ألبس نظارة البحر بتاعتك؟ طبعا يا أعز بناتي. أبي عادل، وأنا كمان عاوزة. بس بقى كفاية طلباتي. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، الميكروباص مستنيكي يوديكوا المحطة. توحشيني يا راني. بابا أنا لابسة المايو تحت الهدوم عشان أول ما أروح البحر على طول. برافو عليكي. برافو يا سمينة. يلا باي باي. 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 مين الغتيت اللي جاي دلوقتي ده؟ ايوه 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 دولا حبيبي. ايه دولا بقى يا عم؟ يا اخيرا بقينا لوحدينا يا دولا. بقينا لوحدينا على اساس ان انت معايا ولا ايه؟ ما تروحش على الشغل ده يا رمزي. ايه دولا بقى، ما هنا شغل بردك يا عم، انت مش قاعد لوحدك يعني؟ عايز اللي يطبخ لك واللي يكنس لك وكده هون يا دولا. الاول عايز حد يكنس لي ولا يمسح لي ولا اي حاجه؟ يلا ياض اطلع على البازار ياض. ايه اللي جابك يا؟ لا انت خاطر، اسيبك معايا هنا والحركات دي؟ لا. ليه دولا بس؟ ايه اللي هيحصل يا عم؟ يعني انا معقوله هفتن عليك مثلا ولا حاجه؟ طبعا انت طول عمرك بتفتن عليا. فاكر اي حاجه بتحصل في البازار مش كنت بتروح تقولها رانيا على طول؟ ايوه دولا، ما هي رانيا اللي كانت بتسالني. لا مش مضمون، انت ندل اصلا، انت النداله جواك يا ابني، جوه دمك. فاكر البت اللي قعدت تتحايل عليها سنه بحالها عشان تخرج معاك؟ يوم ما خرجت معاك رحت قلت لابوها؟ ايوه دولا، ما ابوها سالني يا دولا برضه. ما ممكن اي حد يسالك. يلا اطلع على البازار، اطلع على البازار. طب معلش جربني يا عم انا المره دي، وانا يا عم ليك عليا يعني، انا لا اسمع لا ارى. لا اسمع لا ارى، لا افهم. حاضر. لا افهم دي انا ضامنها، اهم حاجه لا تسمع لا ترى. لا اسمع لا ارى خالص. ماشي. قشطه يا دولا، عليك يا ابن عمي، يا حنين انت يا حنين. جايب بوجتك معاك يا لا؟ ده انت مستعد يا. ايه دولا قلت ايه؟ مش سامع. اللي هي لا اسمع يعني. طب فين لا ارى؟ اهي دولا كده لا ارى. كده لا تفهم. ياه اخيرا اخيرا سريري. ياه بيت لوحدي انا والسرير، أنا وأنت يا سريري دون عزول من الأمس. أهمس إليك وتهمس إلي حتى نملأ الدنيا بضجيج الهمس. يا نهار أبيض، ده أنا هيطلع مني كمية أشعار. يا خبر أبيض، وأنام براحتي ومحدش معايا. أنا وأنت يا سريري من الأمس. ياه، الواحد نام 3 ساعات كأنه نام 6 ساعات. أنا حاسس إن كان في حد بيقاسمني النومة دي. ها؟ ياه.
ابدا بقى مع الفراغ، شوفهم وصلوا اسكندريه ولا لسه. يا مزمزيل انا ما سالتش الساعه كام، انا عايز اعرف اسمي. برضه هتقعد تقول الساعه كام؟ بص بقى من الاخر انا معجب بيك. وحضرتك مرتبطه طيب؟ يا ستي ما ترغيش، هتقعدي الساعه كام؟ ولا بتكلم مين يا دوله؟ لا لا لا، ده هي دوله اللي اتصلت بيا وقالت لي انا معجبه بيك وبتعاكسني. هي اللي اتصلت بيك بتستهبل يالا؟ الساعه اتصلت بيك انت بتستهبل؟ ولا التليفون ده مكتوب باسمي يالا، يعني هتقبض عليا انا؟ يا عمي مكتوب باسمك ايه، هو ابنك انت بتشوه. عارف يالا يا رمزي، لو استعملت السماعه دي حطيتها على ودنك اقطع لك ودنك دي. ماشي بقى دوله. دوله انت مش عايز تتغدى؟ انت مش مفروض المسؤول هنا على الغدا وانت اللي قاعد هنا غصب عني عشان تغديني وتنظف وتعمل؟ بص بقى رمزي حضر لك ايه. بص يا دوله، انا طلعت لك بقى من الثلاجه فراخ على كبده على لحمه على شويه سمك كده وجمبري وجبنه وبيض وفاصوليا وباميه وجبنه رومي. اهم حاجه طلعت معاهم الفول؟ لا جدع يا واد، عشان نوفر. صح يا واد صح. جاي تخرب بيتي انا، جاي تخرب بيتي. ولا ارجع البازار، انا مش عايز حد يساعدني هنا في البيت. يا دوله لا، ما انا مد التماثيل اجازه يا دوله. ارجع البازار اقول لك، بدل ما رفيدك خالص ارجع. روح افتح الباب، افتح الباب. خد 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 تعالى. ايه بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتبرطم بتقول ايه؟ ما تقدرش ترجع. بحث افتح. صباح الفل يا معلم. صباح الجمال يا حته، اتفضلوا يا معلمين. اتفضل ادي يا فتحي. الاول ما قلت لنا بقى ان البيت فاضي، قلنا بس نيجي نكمل السهره عندك. شرفوا يا معلمين. ربنا يخليك. اهم حاجه جدو الافلام. اكيد يا معلم، جبنا لك فيلم ثلاث شورتيات في ورطه. الله. طب والفيلم بتاع الفيل صديقي ده جبته؟ طيب يا معلم كله موجود، صلاه النبي. بس المفاجاه ايه بقى؟ ايه؟ ايه بقى؟ ايه؟ فيلم رعب ديل القط. الله الله، ده بتاع مين ده؟ ضحك بتاع المخرج اللي هو اسمه سيفن نسبرجر. يا سلام على السهره، يا سلام على السهره. تعالى ايه فضل ده يا حيوان؟ نعم نسبرجر جاه. اتفضل يا معلم. ايه اللي جاب العيال دي هنا يا معلش يا دوله؟ بص انا عزمتهم بقى واظن ان ده من حقي. حقك جكسر حقوقك. حقك يالا، انت ليك حاجه في البيت ده كده دوله؟ كده خدهم وطلعهم بره بدل ما طردهم انا. يلا دوله دوله، انا عايز بس اعرفهم الفرق ما بين مستواهم الاجتماعي ومستوايا الاجتماعي. يا دوله انت مستواك الاجتماعي ما تصنفش اصلا، خدهم وطلعهم. طب دوله بص، يعني هنتفرج على فيلم الفيل صديقي وهنمشي على طول. الفيل صديقي؟ في حاجه اسمها الفيل صديقي؟ ده انت الحمار صديقك الغبي صديقك. خدهم وطلعهم بره يالا. يلا هنتفرج ونمشي يا دوله، عقبال ما تريح انت شويه في الاوضه. ماشي انا هخش الاوضه دلوقتي اريح، هيتفرجوا شويه لمده 10 دقايق وتاخدهم وتمشيهم بدل ما اطلع اتركم انتوا الثلاثه. ماشي يا دوله. فين صديقك وفين صباعك؟ اهو يا دوله ده. هو ده اللي بيوجعك؟ يا دوله. اي 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 اعمل ايدك كده يا دوله. اي اي استغفر الله العظيم، خلصت منهم طلع لي زفت كتير رمزي. يا سريري يا سريري. دولة ايه مش تخبط قبل ما تخش يالا؟ يا عم ما تدوقش بقى يا عم، احنا شباب زي بعض. دولة بقى يا دولة بقى وبتخبط نفسك. يخرب بيتقل حسابك يا رمزي تقل. عايز ايه؟ دولة انا عايزك تطلع دلوقتي بقى تشغل لنا الفيديو ده، علشان انا مش عارف اشغله علشان ما تزعجكش يا عم. ويا عم حسابك تقل. ووف يالا بتنفخ. طب انفخ مره تانية كده وانا اكتم لك نفسك اموتك. خلاص يا دوله معلش بقى. اموتك؟ ما انت ممكن تتنفس من مناخيرك يالا. صح. تعالى تعمل ايه شقلباصات؟ والله ما انا سايق. اللي اقول عليه يمشي، هو فاهم؟ اللي اقول عليه يمشي. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتستهبلوا بتجروا ورا بعض كده اهو في الصاله؟ مش تستنوا لما اجي العب معاكم يا جزمه انت هو. استنى بقى يا رامز. استاذ عادل احكم بينا، الولد التخين ده عايز يتفرج على فيلم الجزيره. الجزيره بتاعت احمد سقا. وقال هو قال ايه؟ عايز يتفرج لي على حين على ما تفرج. دول انا عايز اتفرج على حين على ما تفرج في الجزيره الاثنين مع بعض. بص هو شويه تتفرجوا عليهم وتتكلوا على الله، اتفرج على ربع ساعه من ده وربع ساعه من ده وامشوا على طول. ماشي يا دوله. طب بقول لك عندك اسرار البنات؟ تموت انت يا رمز في الحريم. انا هتفرج على الجزيره. لا اسرار البنات حين على ما تفرج. لا بس ده انا حوش جايين قاعدين عندي في الماشي. انا هتصرف انا. مش هي دي الشرايط؟ يا دوله
انا هدب ايدي في الشنطه الشريط اللي يطلع اتفرجوا منه على شويه واتكلوا على الله. ماشي ماشي يا دول. طب دولا انت مش هتقعد تتفرج معانا؟ اتفرج معاكوا ايه يا ابني، انا عندي اشعاري وده يعتبر شغل بالنسبه لي، عايزه تركيز يعني. ماشي يا دول. مصارع حريمي اتفرجنا عليه هنا بسرعه. طب واشعارك يا دول؟ تولع الاشعار يلا بسرعه. ماشي يا دول. تخلي كده شويه، ده بيتي اصلا يعني. دول يا حبيبي، ما تجيب يا عم انت الهدوم بتاعتك اللي خلي الواد فتح اغسلال يا عم انت. وبعدين اغسل هدومي مع هدومكم عشان تطين زي ما هدومكم طينه كده. ايه يا ابني انتوا ما عندكوش بيوت ياض انت هو ولا لا؟ ما عندناش يا ريس. يا دول انت الخير والبركه يا عم. خلاص يا عم ايه، خلاص لا في خير ولا في بركه، ومش عايزكم يا اخي في بيتي يا اخي. يا اخي امشوا بقى يا اخي. دولا ما تطلع انت المصيف بعد كده وتسيبنا احنا هنا بقى براحتنا. ده عشان تخربوا بيتي زياده ما انتوا خربتوه. ما تفتح يا عم، ما تفتح، بتبص على ايه؟ ما تفتح. افتح يا عم. حاضر حاضر. ايوه ايوه بكيا، احنا بتوع البكيا. لا مش شاكر يا حاج، شكرا، مش عندنا اي حاجه تتباع، شكرا. وبعدين فين المعلم فتله؟ ايوه يا معلم، امرني يا بابا. فين البضاعه يا عم اللي انت وعدت انك تبيعها لي؟ بعدين يا حاج، بعدين. بعدين؟ وبعدين الاباجوره اللي انت بايعها لي ديك وقبض فلوسها ما بتنور. وريني الاباجوره دي. انا دافع فلوسها يا فندم. استنى، الاباجوره دي بتاعتي. ايه ده؟ انتوا بتبيعوا الحاجه اللي في البيت يا حراميه؟ يا عم بيت ايه يا عم؟ هو دي حاجات تافهه دول؟ ده انا بفكر اغير الانتريه ده. الانتريه كمان؟ يا عم. اطلع بره يلا. اطلع بره. غسيل بتاعك. بره يا حراميه. يلا بره يا حراميه. بره. اطلع بره. دولا بص بقى، انا كده كنت همشي يا دولا، بس مستنيك انت اللي تطردني عشان يبقى عملت اللي عليا. انت مش عملت اللي عليك؟ تعالى لي بقى اعمل انا اللي عليا. ايه ده؟ بتسرق بيتي. بتسرق بيتي يا حرام. اطلع بره. بره اشوفك هنا ولا في البازار. ماشي دول. بره. هتنفخ. يا ترى انت فين يا رانيا؟ يا رانيا وحشتينا يا رانيا. الله الله الله، ده البيت خرب. الو. ايوه ماما. يا ماما انتوا اتاخرتوا او انتوا مش جايين ولا ايه يا ماما؟ ايه ده؟ دي ما بقتش شقه، دي حطام وبقايا واطلال شقه. كده يا عادل؟ كده تبهدل الشقه بالشكل ده يا عادل؟ معلش يا ماما انا اسف والله، حقكم عليا. احنا غلطانين، سيبناك في الشقه لوحدك. خلاص ما تسيبونيش تاني، والنبي ما تسيبونيش تاني. ده حتى انا مش لاقي القطر بتاعي، عمال ادور عليه مش لاقياه، وكل عرايس اللي عندي ايديها مخلعه. هيبقى اكيد الواد فاتلك كلب ولا كلب. ايه الوسخاتوس اللي انت عايش فيها دي؟ وايه الريحه الزبالاتوس اللي انا شمها دي؟ عايزه اقول لك حاجه، انا اعرف كويس قوي الريحه دي. ها رمزي، دي ريحه رمزي. رمزي كان هنا في الشقه يا عادل صح؟ الله يخيبك يا رمزي، مشي وساب ريحته. ده اكيد كان في حد هنا، ده حتى واضح جدا. وايه اخبار الصفقه اللي هتغير حياتك يا عادل؟ صراحه يعني يا اخوانا مفيش اي صفقه ولا حاجه. انا كنت متخيل نفسي ان انا لما اقعد لوحدي كده وبعيد عنكم هبقى مبسوط، بس انا بجد ما اتبسطتش. واحنا كمان ما انبسطناش، عشان بصراحه كان في حاجه كبيره قوي ناقصانا. فعلا، وانا كمان نسيت اجيب الام بي 3 بتاعي. وانا كمان ما اتبسطتش يا بابا، ده حتى البنات كلها كان باباهم بينزلهم الميه الا انا. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله الصيف الجاي هاجي معاكوا وهنزلك الميه لغايه اما تشرقي. ايوه النبي يا عادل، ده احنا ملناش حس من غيرك. ده
انتوا ملكوش حس، ده انتوا ما شاء الله حسكم بيجيب اخر الدنيا. والله يا عادل ما كان لينا سيره الا في الكلام عنك. اكيد في النميمه طبعا. ليه بتقول كده؟ والله كنت وحشنا يا عادل. انت اوحش. سامعه يا ماما؟ عاجبك طريقتي دي؟ اقول له وحشني يقول لي انت اوحش. جايزر راجل بيهرج معاكي. انت مالك؟ انت قصدك ايه يا رانيا؟ في ايه؟ انا مش قصدي حاجه. انت عايزك واضحه ولا ايه يا سناء؟ يبقى تخرسي خالص لما اكون بتكلم مع اخويا. لا اخرسي انت خالص. انت ما تتكلميش معايا يا حبيبتي. لا ده هو الله اكبر الله اكبر. يا سلام، والله وحشتوني يا رجاله وحشتوني.